بما إن زي الأيام دي اتولد الحبيب اللي بعث رحمة للعالمين اللي انشأ له القمر خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. عايزة أشارككم قصة شديدة اللطف والجمال عن الحجرة اللي عاش فيها ومات. فعلى بعد خطوات من المسجد النبوي معرض عمارة المسجد النبوي، متحف بيحكي حكاية المسجد النبوي من أول ما اتبنى على إيد الحبيب لغاية ما وصل لشكله الحالي. ومن أجمل الحكايات في المعرض حكاية الحجرة اللي عاش فيها سيدنا النبي ومات واتدفن كمان. زوجات النبي عليه الصلاة والسلام كانوا بيعيشوا في حجر متفرقة مستقلة بجوار المسجد النبوي، وأكتر حجرة مميزة فيهم هي حجرة السيدة عائشة رضي الله عنها، لأن هي دي الحجرة اللي مات فيها سيدنا النبي واتدفن فيها. بيحكي المعرض إن الحجرة كانت حجرة بسيطة مبنية من الطوب اللبن، سقفها من جريد النخل، ليها فناء صوره برضو من جريد النخل، وبابه بيفتح على المسجد النبوي. ولما مات سيدنا النبي في الحجرة اتدفن فيها، ولكن السيدة عائشة رضي الله عنها ما تقدرش أبداً على فراق الحبيب حي أو ميت، فتفضل عايشة في الحجرة، وكل الحكاية تعمل ستارة تفرق ما بين القبر ومكان معيشتها. ولما أبوها سيدنا أبو بكر الصديق مات اتدفن هو كمان بجوار سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، فتزيح السيدة عائشة الستارة اللي عملتها لبعد قبر سيدنا أبو بكر ويضيق المكان اللي عايشة فيه، ولكن من جواها حسب البراح لأنها بجوار حبيبها زوجها سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. ولما مات سيدنا عمر بن الخطاب اتدفن هو كمان بجوار سيدنا محمد وسيدنا أبو بكر الصديق. هنا استحت السيدة عائشة جدا، فسيدنا محمد زوجها وسيدنا أبو بكر أبوها، أما سيدنا عمر بن الخطاب فغريب عنها مش من المحارم، فتستبدل الستارة بجدار وتعمل فيه فتحة تلقي من خلاله التحية والسلام. تخيلين قد ايه مش قادره على البعد، قد ايه المكان اللي بقت عايشه فيه اصغر واصغر بدفن سيدنا عمر بن الخطاب. عارفين جمله الحب الاكلاشيه اللي بتتقال، احنا مش هيفرقنا عن بعض غير الموت؟ حتى الموت ما فرقش السيده عائشه عن سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام. ولما ماتت السيده عائشه رضي الله عنها اتقفل باب الحجره واتدفنت في بقيع المدينه المنوره. وسنة 88 هجرياً أمر الخليفة الأموي مروان بن عبد الملك بتوسعة المسجد النبوي، فهنا بعدما كانت الحجرة النبوية خارج السور بقت بداخل سور المسجد النبوي. ومش بس كده، ده أمر كمان بهدم جدران الحجرة اللي من الطوب اللبن وبنى مكانها جدران أصلب بالحجارة السوداء بلا شباك ولا باب، وبنى أيضا حولها جدار آخر بخمس أضلاع علشان ما تاخدش شكل الكعبة ويفتن الناس بيها فيما بعد. تخيلوا إن الجدران دي اللي بناها الخليفة مروان بن عبد الملك هي اللي ما زالت موجودة لغاية دلوقت. كل الحكاية إن تم تغطيتها بستارة خضراء، دي اللي بتشوفوها لما بتزوروا سيدنا النبي من خلال النوافذ النحاسية اللي حواليها. وفي الختام صلوا على الحبيب قلبكم يطيب.